هذا مشروع اللي الساكنه فرحانه بها وتسكن كلهم، كانوا الرغبه ديالهم الوحيده هي انهم يشوفوا المسالك تاعهم اللي كتعبد لهم الطريق تعبد وتكون صالحه للاستعمال. والان جاء تدخل المجلس الاقليمي ودخل بطلب من المجتمع المدني والجمعيات ورئيس الجماعه للجوء الى هذا النوع من المشاريع. فعلا هذه المشاريع كما قلت قبيله بانه هذه غتسهل عمليه المرور وعمليه التواصل ما بين السكان والجامعه تاعهم، وغتمشي كذلك تساعد السكان باش ينتقلوا بسلاسه وما يبقاش قطع ديال الطريق. كنشكروا سياده رئيس المجلس الاقليمي على المساهمه ديالو في هذا المشروع هذا اللي هو اللي كيعتبر العنوان ديالو هو تبليط النقاط السوداء في الطريق المؤدية الى دوار اكادير الجزائر ودوار تماس، دوار اي تهمو ودوار مرغ وبوحميده ومقدول وتاكونيت. كل هذه المشاريع هذه راه الناس فرحوا بهذه المشاريع هذه اللي لقات استحسان عند الساكنه هذه الساكنه وتساهم في فك العزله عن المناطق هذه بالولوج الى مقر الجماعه ولا مدينه تارودانت.